نمشي مباشرة للشيوات للمولاتي عند صفاء أم أروى ونتعرفوا جميع على الاقتراحات اللي غتوجد للمستمعات اليوم. صباح الخير صفاء. وي صباح الخير لاله فنان. لاباس عليك؟ صبحتي على خير. اخبارك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. بارك الله فيك في الصحة والسلامة ليك والأسرة ديالك. تنتي بالصحة والهنا انت والمستمعات كلهم لاله مولاتي. الله يبارك فيك. مرحبا بسلامك. شكرا لك بزاف صفاء ومرحبا بالمشاركة ديالك اليوم. الله يسلمك سناء. بارك الله فيك. اقتراحات مميزة كيف ما عودتينا ان شاء الله، وخاصة بالنسبة للوليدات، فنبداو على بركة الله ان شاء الله. ان شاء الله سناء. دونك غادي نقترح عليكم بني او لا دونات كيدوب في الفم. رائع جدا، كنتمنى من السيدات ان شاء الله يجربوه. اكيد ان شاء الله. غادي واحد الاناء اغضان سناء بشوية ما يكون بس واحد الاناء واحد الاناء غادي نديرو كاس ديال العنبة عامر ديال الحليب دافي. غادي نزيدو عليه معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز الفورية، حبيبات، ومعلقة ديال سنيدة. غادي نخلطوهم مزيان ونخليوهم يرتاحو 15 دقيقة حتى كيضاعف الحجم ديالهم. من بعد كنضيفو عليهم 3 ديال المعالق كبار ديال سنيدة، جوج أصفار البيض مع التحراك، فاني وبشور ديال الليمونة، إما فاني إما البشور ديال الليمونة. 30 غرام ديال الزبدة مذوبة ما يعادل 5 ديال المعالق كبار. فاش كيندمجو كنكبوهم على 300 غرام ديال الدقيق، 300 غرام ديال الدقيق ديال الفرن مخلط مع 4 معالق ديال الملحة. ياك فهمتي يا سناء؟ أييه مفهوم. غادي منين غادي نخلطوهم مع 300 غرام ديال الدقيق مخلط مع 4 معالق ديال الملح، غادي نقلكوهم لمده ديال 5 ديال الدقائق. باليد ديالنا اولا في الربع على حسب كل سيده وداك الشيء اللي بغات. الا بانوا لنا انهم كيلصقوا شويه هما ما كيجيوش جارين، لان لي بانيه ولا لي دونات دائما كيجيو شويه رطب ماشي بحال السفنج اللي هو كيجي جاري. الا بانوا لنا انهم كيلصقوا شويه في اليد ديالنا كنفزقوا يداتنا بالماء وكنكملوا الدليك لمده ديال 5 دقائق. كنخليوهم في داك الاناء اللي درناهم فيهم كنخليوهم يتضاعف الحجم ديالهم. من بعد ملي كدوز ديك الساعه ديال المكانه ملي كيتضاعف الحجم ديالهم كنطلقوهم بالمدلك على طاوله العمل مرشوشه بالدقيق، كيكون العلو ديالهم على اللسان بحال الخبز. ما كيكونش رقيق بحال الصابلي باش كيجيونا دوك لي دونات كيجيونا زوين ونفخين. دونك ملي كنديروهم على طاوله العمل مرشوش بالدقيق كنقطعوهم اما بواحد الكاس اولا بالقطاعات فيهم تقريبا واحد 8 سنتيمتر. انا هاد العبار هذا اللي عطيتكم كيعطي 12 دونات كبار. يعني كاين اللي كيبغي يدير دوك لي ميني دونات سيغتو في لي بيفي دو نيسونس لي بيفي دانيفيرساغ وداك الشيء صغار شي شويه. الوغ انا لا كنقطعوهم كيف ما قلنا داك القطاعه، ومن بعد كنقطعو عاوتاني بواحد القطعه صغيره ولا شي بوشونه ديال القرعه تكون فيها 2 سنتيمتر 2 سنتيم في الوسط باش كيجيونا مشفورين من الوسط. كنحطوهم لاله سناء على واحد الصينيه مرشوشه بالدقيق اولا فيها ورق الطبخ. وكنخليوهم حتى كيضاعف الحجم ديالهم. حنا دابا مراكش عندنا الصهد دونك نص ساعه كافيه باش كيخمر تحت الجو. ملي كيكون الحال بارده لاله سناء كنغطيوهم، مثلا كيكونوا هما في الصينيه كنغطيوهم بواحد البلاستيك ولا بواحد الميدي وكنخليوهم من نص ساعه حتى لساعه. منين كيضاعف لاله الحجم ديالهم كنسخنوا الزيت ديالنا. هادو انا بعدا ما عنديش بزاف معلق لي، ولكن صدقيني يا سناء ان هاد لي دونات كيجيو رائعين فنين ما تشبعوش منهم. الوغ كنسخنوا الزيت ديالنا كندير واحد البان ديال الزيت في واحد المقله. منين كنحطوا واحد الكويره كنجربوا غير دوك الكويرات اللي كنا كنقطعوا بالبوشه. ملي كتطلع لنا الكره دغيا وكتبدا كتحشش صافي هذاك لو مومون اللي خاصنا نديروا فيه لي بانيه ديالنا. كنقليوهم من جوج الجهات. بالنسبه للسيدات اللي بغا يدير فيهم مثلا السكر هذيك الساعه وهما سخونين كيمرمدهم في السكر داكوغ. انا درت بزاف ديال الاشكال. انا درت دي كلاصاج مختلفين دونك غنعطيك انا غير بعض منهم. انا ذوبت الشكلاط الاسود ودرت فوق منه خطوط من الشكلاط الابيض ياك، وخلصت داك الوجه ديال البيني وقلبتهم في واحد الطبسيل. بديت كنضرب عليهم باش الكلاصاج كيجي مقاد ولامع وكيجي عندنا واحد اللون رخامي. بالنسبه للشكل الاخر كنديروا الشكلات كنديروا خطوط بالابيض بواحد الفرانك الحنه ولا بواحد الكورني
اولا بالمعلقه خطوط، كذلك العكس يمكننا نديروهم بويض والخطوط الاسود، أيوه. اولا نخليوهم سامبل ونديرو عقيقات من الفوق ولا شي حاجه. بالنسبه للسنة الاشكال الاخرى اللي كنقول لك شفتوا اللي ديال ديال اللي تختار، وهذا ان شاء الله غادي تنزلوا في الموقع ديال لالام جديد غادي تشوفوهم اشكيلات رائعين. اييه الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. الله يسلمك لالام سنة.